هذه المناطق هي مناطق بترولية، آبار البترول والنفط موجودة، لذلك هي هامة. يواصل النظام التركي محاولاته عبر غزو البلاد لتحقيق أطماعه التي لا طالما أعلن عنها صراحة في أكثر من مناسبة، وزعزعة استقرار المنطقة عبر دعم ميليشيات السراج بالسلاح والمرتزقة والمتطرفين، والذي يرى في ليبيا فرصة لدعم اقتصاد بلاده المنهار. أطماع أردوغان واجهها رفض شعبي وسياسي واسع، حيث أكد مجلس النواب اعتراضه ووصف أي تدخل عسكري تركي بأنه خيانة عظمى. هذا ما أكده النائب الثاني لرئيس مجلس النواب حميد حومة في تصريحات خاصة بقناتنا، حيث أوضح أن مجلس النواب على تواصل دائم مع المجتمع الدولي لإيضاح مدى تغول الأتراك في البلاد. نحن في مجلس النواب بكل تأكيد ضد الغزو التركي، وكذلك استجلاب المرتزقة والأسلحة إلى الميليشيات، وهذا بالنسبة لنا أمر مرفوض تماما. طبعا هناك تواصل دولي وهناك معرفة من العديد من الدول فيما يخص الدور التركي الداعم للميليشيات. نحن في مجلس النواب نرفض هذا الأمر بالمطلق ونؤيد القيادة العامة للقوات المسلحة. حومة رحب بالدور الدولي والعربي الداعم للعملية السياسية وعلى رأسهم جمهورية مصر العربية والمبادرة التي أعلنت عنها القاهرة والتي تدعم الحوار السياسي لعودة الاستقرار، مؤكدا أنه يجب حل الميليشيات وإخراج مرتزقة أردوغان من ليبيا. هناك العديد من الدول ساهمت ولا زالت تساهم في مسألة وقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية، منها جمهورية مصر العربية فيما يخص إعلان القاهرة، نحن أيدناه تماما، وأيضا الجهود الروسية الرامية لأيضا وقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية، مع الأخذ بعين الاعتبار للثوابت والتي على رأسها إخراج المرتزقة السوريين ومن أتى بهم وهما الأتراك. أطماع أردوغان في ثروات ليبيا وأحلامه العثمانية أصبحت ظاهرة للعيان ولعديد من دول العالم، والتي أكدت على ضرورة وقف إطلاق النار ورحبت بعودة الحوار السياسي عبر المبادرة التي أعلنت عنها جمهورية مصر لوضع حد للغزو التركي الطامع في ليبيا. لقناة ليبيا الحدث، بوبكر العقيلي.